بس يرحمونا من ضرب النار اللي كل يوم جوه. يعني بداية ربنا يسهل، ربنا يقويهم. وانت شايف ان الشرطة كده بتقوم بدورها كده و... بداية بإذن الله يعملوا دورهم كويس. ماسكين تأمين المترو من محطة المرج لحد غمرة، من إجراءين التجولين والشغالات والمخالفين، وفي حالات تلبس مع مخدرات مع سلاح، دخول حدود تذكرة عشان خاطر المواطن يعني يحس بالأمان ويتعود على النظام شوية. شايف توجيهات سيادة وزير الداخلية في الفترة اللي فاتت وشايفين الجهود اللي انتم بتقوموا بيها، يا ترى في استمرارية للموضوع ده ولا هتبقى فترة؟ ان شاء الله تبقى مستمرة لحد لما البلد ترجع ان شاء الله. شايف تعاون المواطنين مع سيادتكم؟ في استجابة، بس انا برضو بنادى برضو يعني المحافظة تشوف اماكن للضيعين المتجولين. يعني انت بتطالب المحافظة ان هم يشوفوا اماكن للبياعين اللي هم في الشوارع دلوقتي؟ شكرا لحضرتك يا فندم.